الله، صباحكم بكل خير. متابعي طقس العرب في السعودية، يسوء الطقس صافي هذا اليوم في العاصمة الرياض، محظورة بين درجة مئوية، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون خفيفة المعتدلات أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. سكاكا طقس صافي 35 إلى 24، عرعر 35 إلى 25، وتبوك 36 إلى 25. المنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس صافي 41 إلى 29، جدة 38 إلى 26، مكة المكرمة 39 إلى 29، والطائف 32 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية، أبها 32 إلى 21، الباحة 29 إلى 22، جازان 36 إلى 32. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 41 إلى 29، الإحساء 43 إلى 29، وحفر الباطن 38 إلى 26. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 41 إلى 28، بريدة 37 إلى 23، وحائل 33 إلى 24. إلى اللقاء.